ليكني انا هلا عم شوف البوستات عبين ما نكون خلصنا الجلسه بقول لك شو عم شوف فيهم. حلا خلينا نبدا نعرفهم للصبايا والشباب عليكي، تحكي لنا عنك وبعدين بنبدا بالبرزنتيشن. تمام. مبدئيا خليني يعني I share the presentation معكم. خبروني شايفينا تمام، وضعكم رواق؟ تمام 100%. 100%. طيب رواق، خليني بس please. اوكي، مرحبا فيكم جميعا. اول شيء انا حلا حرب، طالبة إعلام وصحافة، وبشتغل بالبرودكشن بالعموم، بالأفلام، بالإعلانات، وشغفي وهيك، وما بعرف أعمل شيء غير بالإعلام. بحب أحكي قصة، بحب أحكي اللي بعرفه، واللي ما بعرفه بحب أتعلمه دايما، وهيك من خلال أي شيء بيدخله فن وإعلام بالعموم. ما بحب يعني يطلق علي لقب صانعة محتوى، بس ما كتير بحبده، خصوصاً على الأخطاء اللي بلشت فيها. بس هاي الأخطاء خلتني أعرف أصنع محتوى لغيري، فما بدي حدا إذا شاف الإنستغرام تبعي هلأ أو الفيسبوك يحكم عليه على اللي رح نحكي اليوم. رح نحكي اليوم بكواليتي أفضل، رح نحكي أخطائي أنا اللي درت يعني من خلال العملاء اللي عندي اني ظبط لهم اياها، بس لسه ما صح لي الوقت اني ظبطهم. فاتن بتعرف قد ايه احنا بالجامعه نكون مضغوطين وكذا وهيك، ولما تكون ماسك اكثر من شغله مع بعض تنسى حالك، وهذا الشيء اللي ما بدنا نعمله اليوم. وهيك عندي كم تجربه بكم برنامج لطيف، وعدا عن شغلي بالانتاج وصناعه القصص والافلام بالعموم. هاي عني بالمختصر. واليوم بدنا نحكي عن الون مان شو. رح اترك المنصة لفاتن اذا بدها تحكي شيء او إلكن قبل ما نبلش، وبعدين سأنطلق. فاتن انتي ميوت. فاتن انتي ميوت حبيبي. ايه سمعانيني هلا؟ كنت بدي اقول قبل ما نبلش بدي حدا من الشباب او الصبايا يعرفوكي عنهم، عن شو بيعملوا، عن الكامبينز تبعهم. هاي اول شغله اصلا، هي يعني بس هي جزء بارت من البرزنتيشن، ف 100% اكثر شيء بيهمني يعني اتعرف عليهم. ونحن ما عندنا يعني انا ما عندي وقت محدد اليوم معكم الا بدكم. ف لانه اي ثينك ذا ريزن اي واز تيلينج يو انه لازم نحكي لهم عن الون مان شو، لانه انا اول مره عملت معهم ويبينار حكينا عن هاو تو تيل ستوري، والمره اللي بعدها صرنا نحكي على الامبورتنس اوف براندنج ذا ستوري، كيف بدك تعرضيهم على السوشيال ميديا. بس بالنهايه هن الفكره انه كل حدا بيكون دائما بده يحكي قصته لحاله. في حدا صوت ايش؟ خديجه بالمطبخ يمكن. خديجه فاي ثينك الون مان شو كثير بتساعدهم، لانه بالنهايه كل حدا فيهم عنده قصه لحال. كل حدا حتى بتصيري هلا بتشوفي كيف قاعد بمكان مختلف من العالم، سو كثير حلو انه يعرفوا بيمشوا بكل البروسيس من انه يطلعوا القصه ليكتبوها ليجهزوها ليصوروها ليمنتجوها كلها بشخص واحد. وانا حسيت ما في حدا خبير بهالامور قدك، لانه انت اسم الله حولك بتعملي 200 شغله ودائما يو ذا وان بيرسون بيهايند ذم اول، ف ما في حدا قدك فينه يحكي لنا عن هالأشياء. إن شاء الله خير. أوكي. مبدئياً قبل ما أتعرف عليكم بدي أحكي عن الون مان شو. الون مان شو نحن قبل أي منصة إعلامية كبيرة، قبل خلينا نحكي عن الأشياء الكبيرة لنوصل لهذا اللي معنا اليوم تليفون. أي منصة إعلامية كان لازم لأي حتى بدنا نطلع نصور أي شيء، بدنا نطلع بدي مصور، بدي مدير إضاءة، بدي مدير صوت، بدي ممكن معد، وبدي مساعد مخرج، وبدي مخرج. فبيطلع هيك فريق من شي 6 أشخاص منهم خلينا نقول، لهالإنسان اللي بده يحكي القصة اللي رح نشوف شو الطريقة اللي كانت تنحكى وبتنحكى اليوم فيها، بدقيقة، 5 دقايق، 10 دقايق، حسب الوقت المتاح على القناة. مع التطور الوقت وبلش يطلع هذا، والسوشيال ميديا حكبتنا بكتير أمور هلأ بنحكي عنها، صار شوية تقل المهام. صرنا نطلع من 6 أشخاص، 5 أشخاص، 4 أشخاص، 3 أشخاص، شخصين. فاليوم كل الجهات التوظيفية ما بتبحث عن حدا بيعمل شغلة وحدة،
اللي اليوم مذيع الراديو بده يعرف يتعامل مع الكنترول روم. حتى المذيع بده يكون معد، بده يكون إذا حط بمكان وراء الكواليس بده يكون in control. هذا الحقيقة كمان بناخده على السوشيال ميديا. شركات السوشيال ميديا أول شيء كانت منطلقة بفكرة أنه أنا في عندي من يصور، في عندي من يضوي لي، نفس الفكرة تماماً، بس تغيرت المنصة. بعدين بلش يطلع يوتيوب، وقصدي بيطلع يوتيوب، يطلعوا اليوتيوبرز يحكموا مكانهم بكاميرتهم بقصة، وتبلش اليوميات، فصار نوع المحتوى حرفيته تقل، مدته ممكن تطول، بس شخص واحد عم يعمله ومتابعين أكتر بكتير، لأن نحن صرنا محكومين بالسرعة. فالفكرة بالوان مان شو أنه نحن كيف أن نكون كل هدول العالم اللي هنا عم بيطلعوا لي منتج واحد مهما كان، فيديو، صورة، جرافيك، قصة مكتوبة، من جهاز واحد بأقل تكاليف ممكنة، ومن وين ما كنا بالعالم بلغة واحدة يونيفرسال. فهي الفكرة بالوان مان شو. لهيك أنا كمان لما كنا عم نحكي عن أنا وفاتن عن شيء بيجمع البراندينج بالمحتوى بالسوشيال ميديا بتيلينج أستوري، ركزنا على وان مان شو لأنه فينا اليوم نحكي عنهم كلهم بطريقة نوعا ما رح تكون مقتضبة، لكن ممكن بعدين إذا حبيتوا أنتوا نطورها بأشياء تانية. فمبدئيا بدي أتعرف على كل حدا فيكم شو بيعمل وين موجود بالعالم لو سمحتوا، كونه نحن أصلا اليوم كم شخص نحن اليوم ايه نحن قلال، بس يعني بدون انا وانت فلنا احلى لنتعرف على الكل بالضبط 100%. فأنا قلت لكم ليش هلأ الشخص الواحد، عرفتكم عن حالي، بعدين رح نبلش بالتفاصيل، بس أول شيء بدي أتعرف عليكم. أوكي هلا، شكرا كثير إليك. أنا رح أعرف عن نفسي وبعدها مر لبعض الموجودين. أنا اسمي بشار العلاو، طالب ذكاء اصطناعي مقيم بالأردن، وبدرس حاليا سنة ثالثة، وبشتغل مع بي آي بي فاند. ما شاء الله. عمار نعم. بعدت أول شيء عن خصوص الكاميرا ما بقدر أفهمها. أنا عمار المصري، طالب تمريض في آخر سنة إن شاء الله، حاصل مؤخرا على شهادة إسعافات أولية معترف من الهلال الأحمر الإماراتي، عفوا السعودي. عامل يعني كأكثر شيء عامله إنجاز في حياتي إنه أول سي بي آر عملته، أو الكاذب المناري ريست، كان إفكتيف، وأول ضحية كانت تحت يدي الحمد لله ألايف. الحمد لله. يعطيكم العافية. موجود في مخيم الزعتري، موجود في مخيم الزعتري في الأردن. تشرفنا. وبس. إلي خديجة. ونقدر. اوكي انا فتحت تشوفوني مش يعني ما بيعرفني يعرفني، وراح ارجع اسكر كمان الانترنت ابدا ما انا منيح. اهلا وسهلا فيكي، نورتي. اهلا فيكي، انت اللي نورتينا. اول شيء اسمي خديجه العليان، 21 سنه، سوريه، مقيمه بلبنان، عم بدرس اختصاص بايوكيمستري، على امل انه بعدين نكفي بالمجالات الطبيه ان شاء الله بكليه الطب. بشتغل متطوعة مع أتيد بفريق السوشيال ميديا، وأنا اليوم يمكن أكتر شخص متحمس للجلسة لأنه كتير بتعني لي كمان أتعلم وأعرف شو الأغلاط اللي كنا قبل نعملها وشو الأشياء اللي حتكون عم بتساعدنا إن شاء الله لقدام. وشكرا جزيلا إليك ولفاتن اليوم أنتوا معنا. أهلا وسهلا فيكي. أمينة، أمينة كبور. صح، مرحبا بالجميع، بعتذر على الكاميرا كمان. اسمي آمنة كبور، بدرس سايكولوجي علم نفس بالجامعة الأمريكية في بيروت، مقيمة في لبنان حاليا، وبس عندي كتير هوايات، حتى بنشر رسمي على الإنستغرام، ففتت أعرف أكتر عن مواقع التواصل الاجتماعي، إن شاء الله أكيد رح أستفيد، وشكرا لوقتكم. مريم البيشي. مساء الخير، كيفكم؟ أنا اسمي مريم، مقيمة بلبنان، أنا من سوريا، بدرس حالياً صيدلة وأنا سنة ثالثة.
عمري 21 ومهتمة بأمور الصحة النفسية كثير، وحالياً عم نشتغل على مشروع أنا وأحد الأصدقاء، هو ما أنا موجود هلأ معنا بالمؤسسة، اسمه محمد بديع الفكري. عم نشتغل على مشروع بيجمع بين الذكاء الاصطناعي والصحة النفسية، فهو الآن بقيد مرحلة التنفيذ إن شاء الله. فحالياً عم نروز المشروع كثير، لهيك دخلت على الاستماع وكثير متحمسة صراحة. إن شاء الله يا رب نقدر نفيدكم اليوم. إن شاء الله، شكراً كثير، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. يسرى. يسرى أبو بويك، فلسطينية وعايشة بغزة، خريجة محاسبة إنجليزي، وإلي مع إتسيد تقريبا سنة ونص بشتغل معهم بالمجال الأكاونتينج، ومتحمس كتير لجلسة اليوم. أهلا وسهلا يسرى. إبراهيم. أنا إبراهيم الحريري، مدير مشروع Work for Education مع VIP، حاصل على ماستر بالأدب الإنجليزي وسوري، مقيم في الأردن، سعيد بالوجود معكم. أهلا وسهلا. علي خليل. السلام عليكم، بس ما راح أترك الكاميرا كتير مفتوحة بس النت كتير بالمرة. أنا علي خليل، طالب سنة ثالثة طب من سوريا، ساكن بلبنان، بدرس بالجامعة اللبنانية. كتير متحمس للسيشن صراحة، شكرا كتير لتواجدكم معنا. هلا. في عنا جودي. جودي هاي. Hi, I'm Julia Salha. أنا من لبنان. I'm still second year high school. أهلا وسهلا جوليا. أهلا وسهلا فيك جوليا. ريدال. شوي أنا جوليا. يا جودي ولا جوليا؟ No, it's جوليا. إيه بس في جودي كمان ما تعرفنا عليها صح؟ صح. أنا عندي عمري 23 سنة، أنا طالبة صيدلة مقيمة بالأردن. يمكن اللي بخليني مهتمة بالإعلام إني أنا متطوعة مع جمعية مجددون، خلال تطوعي معهم دخلت بالإعلام شوي وهيك بلشت أشتغل معهم بالإعلام، فمهتمة بالموضوع. ويعطيكم العافية. لا يعافيكي. الله يعافيك يا رب. ريبال. يعطيكم العافية جميعا. أنا اسمي ريبال جبر، أنا مدرس عمارة بألمانيا حاليا، وهي يمكن أول مرة بنضم للكونتنت كرييشن سيشن، فشفت الكل متفاعلين ومتحمسين فزاد زاد الحماس أكثر. الله يعطيكم العافية. وآخر شيء في ثائر صح؟ يعطيكم العافية جميعا. اسمي ثائر، أنا من غزة، خريج من كلية الطب، انضميت جديد لفريق السوشيال ميديا. فأكيد أهلا وسهلا فيك. حلا يعني كله ناطر بدهم يعرفوا كيف يتعاملوا مع السوشيال ميديا. أنا طوّفني الحماس، يا رب نطلع على قدر التوقعات. وعلى كل سيشن آخر شيء في أكيد سيشن يعني هيك مرحلة للأسئلة، واللي هي بتوقع أكتر شيء نستفيد منها يعني كلنا من بعض، وممكن كمان شارككم معلومات تانية يعني بفترة السؤال والجواب إذا ما وفق الغرض البرزنتيشن هذا. هلا حكينا ليش الشخص الواحد وين ما شو، ما رح أرجع عيد لحكيته، بس هو ما أنه موجود من اليوم ولا موجود من بارح ولا موجود بسبب تيك توك ولا يوتيوب ولا التي في، هو موجود من وقت المسرح. خلينا نحكي بشيء اسمه مونودراما، وهو لما يكون عرض كامل يعتمد على ممثل واحد فقط. هلا اكيد خلف الكواليس ما اشخاص ثانيين، بس نحن عم نحكي عن انه على المسرح تجسيد اصعب، فنحن هون المسرح ونحن خلف الكواليس ونحن كل شيء، والمسوقين والمسؤولين عن حالنا. اوكي، مبدئيا لنعرف نحن كيف نبلش. أول شيء بيكون إنه إحنا الشخص الواحد، أنا بدي يكون أدوات، يعني بدي أطبخ هالطبخة، بدي يكون عندي الأدوات تبعي والمواد تبعي موجود. فنحن أول شيء أكتر شيء مهم هو الأداة المعرفية، نتمكن من اللي نعرفه، مو بس نتمكن منه. يعني أنا لو كنت أشطر طالب بالعالم وبجيب بكل امتحانات بالعالم 100، هذا الشيء إذا ما بحبه على التطبيق العملي
ما في شيء نظري، يعني ما راح يهمني أنا أدي عامل ريسيرش، ولا راح يهمني أدي قعدت لأكتب هذا النص قبل ما أطلع أقوله. بهمني كتير إنه صح البحث والمعلومات الصحيحة 100% الموثوقة المبنية على أسس علمية أصدق أفضل، بس كمان كتير بهمني يبين فيها الشغف ويبين فيها الحب. كمان هذا الموضوع رح يساعد كتير على الاستمرار. يعني أهم نقطة بالتسويق رح نحكي عنها بعد شوي هي الاستمرارية. يعني أنا إذا ما عندي أدوات معرفية وشغف بالشيء اللي عم قدمه ما رح أعرف استمر. قد ما كنت شاطر بالشغلة رح أعمل بحث 2-3-4-5 بعدين أوف مليت من هالشغلة، رح زبتها ورح بلش لاقي أشياء تانية. وهذا الخطأ أنا وقعت فيه، بلشت بشي بناء على شغف كان، بس كان كتير البروسس تبعه طويل، فما كمان قدرت نظم بين حياتي والشي اللي أنا بحب أعمله على الأرض بصناعة الأفلام. لقيت حالي رح أكون مزروعة بين الكتب، أنا كتير بحب القراءة، لقيت المحتوى عن الكتب بده يضلني زارعني بين الكتب وأنا ما بعرف أقعد. أنا حركة كتير، بحب طبق اللي بالكتب على الأرض، فكان كتير الموضوع صعب أني أستمر رغم حبي للكتب. فأنا كمان بدي لاقي الخط الوسط، أنا عندي المعلومة الصحيحة، عندي الشغف فيها، وبدي لاقي أسهل طريقة لتطبيقها. أسهل طريقة لتطبيقها بيجيني هون الأدوات التقنية. مش مطلوب يكون عندنا أفضل كاميرا بالعالم، موبايل جيد يفي بالغرض، موبايل بكاميرا، موبايل بيسجل صوت يفي بالغرض. اهتم بالكادر تبعي، اهتم أنا شو مبين وراي، إذا أنا طالع بالصورة طبعا احنا هون هذا يعني مهم جدا، فموبايل يفي بالغرض لكل شيء إذا أنا طالع بالصورة، إذا أنا يعني طالع بالصورة. إذا مش متوفر لابتوب كمان موبايل يفي بالغرض، لا إذا للمونتاج، هلأ بنحكي عن المونتاج كمان وتركيب الأشياء مع بعض. أنا أول فيديو بتذكر صورته كنت عم بحكي عن بصرف النظر عن الفيديو اللي ارتجلت فيه، كنت عم بحكي خاطرة فيه، بس قررت أني صورة كلها سوا وطلعت لها شي 5 دقايق. فلكم أن تتخيلوا أنا إذا 5 دقايق شي ماني حافظته كم مرة عدته بالحياة. وأول فيديو سجلته كان عن مراجعات كتب، كان عن كتاب قواعد العشق الأربعون، وكان بس بدي أعمل الفيديو دقيقة واحدة وحاطة السيناريو براسي، وهذا الكتاب يتحدث عن القرن 17 والقرن ما بعرف شو. عدت هاي الجملة لحالة، ضلتني خربت بالأرقام، ضلتني عيد لتكمل الجملة معي دقيقة كاملة وان تيك. فلا المونتاج مهم، هو تركيب المقاطع بوفر علينا وقت رغم إني ما بحبه بعدين بس ركب، بدي شيء كتير محترف ما كتير بحب أقعد عليه، بس هو بيهون علي أوقات التصوير، بيهون هيك على نفسيتي إنه ضلني ماسكي نفسي 5 دقايق. الله ما أعلم. الصوت كتير مهم كتير. Yeah, في yeah, yeah, sorry for interrupting, but I just want to ask you a random question. So like as you said earlier, if you don't love the thing that you are doing, you will not be successful in it. And like if somebody just loves to be on social media and loves a content creator thing and like doesn't want to go to university, just want to drop out, do you support him at this point or not? No, I don't. You can study something that is related to social media. If we can keep the questions for now, I will just speak for 5 minutes. If we can keep the questions until the end, إذا فينا نخلي الأسئلة للآخر، ما رح أحكي أكثر من 5 دقايق، بعدين I will keep the floor for you and it will be a يعني vice versa session. بس للإجابة عن السؤال سريعا، no, I don't advise you not to skip university or for social media. But some people, there was I ran into a TikTok that was just asking random people how they are so successful right now, and they all didn't go to university, and like they are now so like successful in their life. We can discuss this by the end, can we? You're still in school, right? Yeah, second year high school. We all had this argument back in school, but trust me, now when we're in university, we understand the importance of it, and trust me, day by day.
Yeah. You know the thing that is like make like makes you go out of do not go to college, because like you can't enter private universities in Lebanon because they are too high expensive and scholarships are so hard to get. And the Lebanese university are struggling right now because of the economic crisis that you are in. So it's making it hard for you just to go and study in the university, the majors that you like. I get you. It's not easy, أكيد, but... I think Bashar can tell us more about that, صح? We'll discuss this at the end. Yeah. Bashar, إدنا. بالضبط. ما حتى ما تطلع عن سياق الجلسة، إذا فينا نخلي الأسئلة لنهاية الجلسة كمان، لأن وقت الجلسة جدا محدود، وحتى يعني ما نشوش على حالة. شكرا كثير لك. ما في مشكلة، بس لأنه كمان ما نضلنا يعني هدول الأشياء، بس رح أحكي خمس دقايق بعدين رح أترك المايك لكم. لا أكيد خذي وقتك، ودائما نحن أصلا هالجلسات نخلي الأسئلة لنهاية الجلسة وبرفع الإيد كمان. شكرا كثير لك. طيب بخصوص كنا عم نحكي عن المونتاج، عن تركيب المقاطع. أنا صورت، لما بدي صور بدي حاول أحصل على أفضل إضاءة ممكنة إذا أنا موجودة، إذا ما مش متوفر عندي ضوء حاول قابل أي ضوء بالبيت. يعني أنا اليوم الكاميرا تبع اللابتوب تبعي منيحة، فحاولت جمع ضوء هون لا أطلع، لأنه ما بدي استخدم إضاءة بروفيشنال عادي، بدي استخدم من إضاءة البيت، والكاميرا أصلاً ما منيحة. بقترح إنه نصور نحنا بالشمس أثناء يعني وجود ضوء بالبيت، ضوء طبيعي كتير بيطلع الصورة حلوة واضحة، وبتساعد العدسة إنه تطلع حتى لو كانت عدسة ما أنا بيرفكت، بتساعد العدسة إنه تطلع لي كواليتي لطيفة. بخصوص المونتاج في كتير أبس ممكن تساعدنا. فاتن ممكن كمان أنت تساعديني، أو إذا أي حدا بيعرف. أنا أكتر شيء بفضل إنشوت، رهيب مجاني. أوكي ممكن ندفع عليه بس لمرة واحدة فقط، لكن كمان الشيء المجاني فيه كتير بيساعد وكتير لطيف، وعلى الموبايل موجود. كمان في كاب كوت كمان حلو. في خليني أفتح موبايلي لأنه تأكد إنه عندي ياهن. هنن هلأ أسرع شيء صايرين على الموبايل كاب كات. بالضبط. وكاب كات على فكرة ما عم تقفري، يعني إذا أدتد على البروفيشنال سوفتويرز ولا على كاب كات عم يطلع الكواليتي نفسه. بالنهاية في يعني في كتير حسابات ممكن أي ريفيرت بالنهاية. أنا متأكدة إنه تصويرهم بنسبة 99% تصوير موبايل وإدت موبايل وإنشوت بيستخدموا. بخصوص السبات ممكن نتكلف باللي هو الترايبود أو السيلفي ستيك، اللي هو بس ليثبت الموبايل لأنه الزاوية مهمة، الصورة قد ما كان العين، يعني حتى بالأكل بنقول العين بتاكل قبل التم، فإذا نحن جهزنا شوي هاي هيئنا نفسياً العين ممكن يكون عندي تشانس إنه يستمر المحتوى. طبعاً هلأ نحكي عن كيف بدنا نحكي واللي هو كمان أهم. كانفا، أنا كانفا إيدي ورجلي بحياتي كلها، يعني شو ما كان البروجكت بالحياة اللي عم اشتغله كانفا هو مساعد. لا عايشة على كانفا دائما، اللابتوب عندها كانفا. presentations graphics post للسوشيال ميديا، حتى لاني انا دافع عليه لكانفا لانه فعلا شغلي كله ودراستي كلها تعتمد على كانفا. حتى فيديوز بستخدم من كانفا، عليه مقاطع فيديو، مقاطع صور مجانية ممكن استخدمها بدقة جدا عالية لخلي القصة هيك انتراكتيف أكتر. وفي خطوط عربية، أنا قبل كنت استخدم على الموبايل، كانفا كمان موجود على الموبايل، يعني هذا جراء كمان كنت استخدم على الموبايل، في هون لوجو هيك مثل كاميرا، برنامج اسمه المصمم العربي، فهذا كمان في خطوط عربية لطيفة. بس كانفا يدعم كل الخطوط، وموجود على اللابتوب وموجود على الموبايل ومجاني، يعني اللي بده يدفع عليه بده يكون لا is not sponsored، ما حدا دافع لحق الدعاية. لا عم بحكي أكثر من شيء. في كمان اللي هو الأدوبي رش، هذا يدفع عليه بس كمان هو أسهل من البريمير، اللي هو ما بعرف إذا بتعرفوه، بس هو كمان للمونتاج معقد أكثر. الرش أفضل، أدوبي رش.
بالعموم هي أدوات فينا نستخدمها كلها على الموبايل. أبس برجع إذا بدكم نكتب لكم إياها بتاخدوها للأبس، أسماء الأبس كلها اللي فيها تساعدكم. أهم من كل هذا أنا عندي المعرفة، صار عندي الموبايل، صار عندي الأداة أو كاميرا طبعاً الموجود عنده، سماعة، سماعة التليفون العادية ممكن تستخدم، بس المهم الصوت يطلع واضح، ما يطلع صدى، ما يطلع 50 واحد عم يحكي جنبنا، ما يطلع في بيبي عم يبكي بالبيت اللي جنبنا، لا. نحاول نختار وقت جيد لنصور، وممكن نستخدم سماعة التليفون إذا ما توفر معنا مايك. عندي المعرفة، عندي التقنية، نجي على الاستمرارية. هون في رزنامة هون على اليسار، الاستمرارية، نعمل بلان. لما أجي صور ما صور فيديو واحد أبداً، ما أجي صور فيديو واحد ونزله، وهذا كمان وقعت فيه أنا أبداً، لا، صور أكتر من شيء مع بعض، أو أعمل أكتر من بوست مع بعض. يا ستي يا حلا، أنا ما بدي أعمل فيديوهات، أنا بدي أعمل صور مكتوبة، جرافيكس، ألبومز بدي نزل. صور أكتر من شيء، أعمل أشتغل قاعدة هيك 5 ساعات 10 ساعات على اللابتوب تبعي أو على الموبايل تبعي، خلي عندي مجموعة من الأشياء، قول أنا هاد بدي نزله على مدة شهر. هذا بخلي فكرة أنه أنا مستمر. أنا إذا بدي أقنع حدا بشغلة بضلني وزع عليها، أنا لما بدي أشتري موبايل جديد وبدي أهلي يجيبوا لي إياه، كل يوم بدي أفتح ستيري بطريقة معينة. نفس الشيء المتابع تبعك، بدك توصل له فكرة أنك بدك سكولرشيب، بدك منحة، بدك توصل له فكرة أنك بدك تسافر، بس بدك توصل له فكرة أنك أنت كتير شاطر باللي عم تعمله، بس بدك تمويل لمشروعك. بدك تحكي عن هاي القصة بأكتر من طريقة وبطريقة مستمرة. المتابع بينسى، المتابع بينسى. كتير ضروري أعرف كمان أنا وين عم بنشر ولمين عم بنشر، كرمال أعرف المدة اللي مسموح لي أحكي فيها. يوتيوب وفيسبوك المايك معك، أحكي 10 دقايق حرفياً. أنا بفتح فيسبوك أوقات وأنا عم بجلي وأنا عم كذا، مايك معك ما عندك مشكلة. تيك توك غير اللعبة. لما نحكي على الفاست كونتنت، بس طلع تيك توك كان الفيديو بده 7 ثواني ليجذب المتابع اني انا كمل متابعة هذا الفيديو او لا. 7 ثواني. اذا تيك توك حبيبنا بفيديوهات 10 ثواني، احكم على الفيديو ب3 ثواني، وه3 ثواني ممكن تغير منطق وممكن تغير فكر. نفس المثال اللي ذكرته جوليا انه على التيك توك عم بيقولوا انه نحن اذا ما درسنا جامعة ممكن نكتفي بدخل مثلا من التيك توك او من السوشيال ميديا. هاي من 3 ثواني فيديو طلع حكى عن هاي الفكرة ب3 ثواني، واو خلص. فتيك توك غير اللعبة، من 7 ثواني نزلناهم ل3 ثواني فقط. هاي للإنستغرام، هاي لتيك توك، حتى للفيسبوك، حتى لليوتيوب، حتى لسناب شات، حتى لتويتر، حتى لأي شيء جديد طالع أنا بعدني ما بعرفه. أول 3 ثواني بدك تفكر أنت كيف تجذب هذا الشخص يكمل متابعتك. بدك تبلش معه بسؤال، بدك تبلش معه بتعرف شو اللي غير لي حياتي مثلا، هذا سؤال. هدول ثانيتين بدك تكون كتير فوكس، ما تبلش انه مرحبا كيفكم شو الاخبار، انا اسمي حلا، اليوم بدي احكي لكم عن الون مان شو. سكيب 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 سكيب، خسرنا المتابع، خسرنا 10، خسرنا 100. بدي ابني الفضول، بلش بسؤال، بلش بجملة قوية. عارفين هدول المتحدثين اللي بيطلعوا إذا أنت عم تعمل هيك أنت عم بتدمر حياتك، وهيك موسيقى حزينة وراء أو موسيقى تحفيزية وراء، هذا كله بيلعب على السيكولوجيا. فإحنا بنلعب على النفسية والسيكولوجيا طبعا. المتابع ب3 ثواني فقط، بلش معه بجملة، بكلمة، بسؤال، ثير فضوله. صحافة صفرة من الآخر للأسف، بس السوشيال ميديا فيها الكثير من الصحافة الصفرة اللي هي الصحافة اللي بتغشك بكثير من الأوقات. وكثير ضروري كمان أعرف أنه اليوم اللي بيصور بطريقة مربعة وبيقص الفيديو هيك مربع واحد واحد سايزو ما هيمشي. حتى الانستغرام الكل عم بيفضل اللي هو 4:3 أو 16:9 اللي هو، أو 9:16 اللي هو، يا الفيديوهات الطولية يا العرضية تماماً ليوتيوب. حتى اليوم يوتيوب صار يدعم حجم الستوري على الانستغرام، وأكتر شيء اللي هو البورتريت
اللي هو الأربعة على ثلاثة على الإنستغرام، على سناب شات، على تيك توك، كله عم يمشي. بس واحد واحد نبعد عنه، والوقت الوقت الوقت الوقت. إنستغرام ماكسيموم دقيقة، سناب شات خلينا بالثواني كمان ماكسيموم دقيقة، تيك توك أنا ماني على تيك توك بس حسب آخر ريسيرش قرأته كمان عم يدعم المحتوى السريع لساته أكتر لأنه هو اللي غير اللعبة. فيسبوك ويوتيوب لا يقل عن 5 دقائق. فيسبوك ويوتيوب لا بقى نطلع على الفيديوهات اللي فيها حكي أكتر، فيديو التعليمي، الفيديو اللي أنا عم بحكي فيه قصة، فيديو كذا، لكن يجب أن يدعم بفيديوهات أقصر مدتها كرمال ابني الحساب. الحسابات تراكمية استمرارية، أنا غير مستمرة رح تلاقي حسابي ميت هلأ، بس استمر حسابي بينتعش، بنزل فيديو 5 دقائق يوم، نزله تاني يوم، نزل فيديو تاني يوم 10 ثواني. كمان أسهل لي، كتير سهلوا اللعب علي، ونفس الوقت أصعب لي، هو السهل الممتنع. فالفكرة استمرارية، أعرف وين عم بنشر، ركز على أول 3 ثواني أنا شو عم بحكي بقصتي، ونوع ونوع، أعمل هوية. قبل ما نبلش صناعة المحتوى حكينا عنها، أنا بدي أتأكد من معرفتي بالشيء، ابحث عنه، اكتبه، اختصره. احنا حكينا 10 ثواني للدقيقة، فلو قارئ كتاب ما بدي أطلع أحكي الكتاب، بدي أعرف اختصره كتير منيح، واختصره بجمل تحكم لي إنه أنا عندي بداية وعندي نص وعندي نهاية. وأول بداية كتير ركز عليها ليعرفوا العالم يستمروا معي، لأنه الكيرف بالمتابعة أنا لما فوت بتلاقي الفيديو طالع هيك، هي بالإنسايت تبع الإنستغرام، بعدين بتفجأة بتلاقيها بلشت تنزل، هي لأنه أنا هون مل المتابع، نزل خلص روح على فيديو تاني. فأنا بدي أعرف كيف كل شوي أوكي هون في شي جديد، دخل صورة من الإنترنت، دخل فيديو، خليه حيوي، ما يتضل الصورة علي 50 ساعة مثل ما أنا هلأ عم بعمل. نحن هون لهدف داخلين نسمع هاي الويبينار، تمام، بس على السوشيال ميديا ما رح يسمعوا، لازم دخلهم أشياء وطلعات وصور وفيديوهات وكله متوفر كانفا. والأجان يا ريت كانفا يدفعوا لي هنا لو يعرفوا فيني. بس سجلنا، حكيت لكم عن التصوير، ننتبه على الإضاءة، ننتبه على الصوت، كتير مهم إضاءة وصوت. وإذا أنا ما بدي أطلع، ما بدي أطلع وجهي، كمان حتى الكادر إذا بدي أصور رسمتي، ضوي الرسمة، أعمل لها كادر، ما أنا فنان، ما أنا برسم، فأكيد رح أعرف أعمل ديزاين حلو. صور بسرعة، ما صور المراحل دي الخط، صور تايم لابس بطريقة أسرع. حتى لو بدي ما بدي أحكي فيديو صامت، اهتم بكادري وبعدين عاد أعمل المونتاج وكذا وهيك، بس كمان حاول أعمل كادر لطيف حتى لو كان من الإنترنت، نقي، خلي الهوية البصرية واحدة. نحط اللمسات الأخيرة، نشرنا، استمرينا بالنشر، كتير مهم. ودايماً خلينا نعمل بس انشر أنا شيء على فيسبوك أو على إنستغرام، خليني أعمل شيء اسمه call to action، اسأل سؤال، انتوا بتعملوا هيك؟ اول فترة ما هيجاوبوكم، بس بعدين هيصيروا المتابعين يتسابقوا مين يعلق اول. هي بتشوفوها على فكرة على حسابات الفنانين، اول تعليق تلاقيه هناك عم يعملوا. فنحن لما نسأل اسئلة ممكن تلاقي حدا مرة بيجاوب، 10 مرة ما يجاوبوا عادي، اول 50 فيديو رح تعمله ما رح يجيبوا النتيجة اللي انت بدك اياها. هاي مني، وانت عم تنشر تقريبا بشكل يومي. اوكي، بس حابة لكم شيء، اخر شيء وبعدين رح اترك لكم المايك لكم. نشر ما لا يقل عن 3 مرات بالاسبوع، الموبايل قدير وكافي انه يعمل لي كل شيء بدي اياه، الجدول الزمني لشغلي كتير مهم، كتير 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 مهم لأقدر استمر، أن يكون متفاعل مع جمهوري مع أسئلتهم حتى على الخاص. في ناس تتضايق من الخاص أنه عم يتنمروا علي، في ناس عم تتمسخر علي، في ناس عم بتضايقني أنا بنت، في ناس عم بتضايقني أنا شاب. أوكي هدول يعني
نطنشهم. بس في أسئلة حتى لو كانت أنتوا برأيكم إنه هي ما نهمة أو هي تافهة عادي نجاوبها، بس لنفرجي العالم إنه لا نحن سوا، نحن رفقات، نحن ما لنا متابعين. قصتي اكتبها 50 مرة قبل ما صورها واهتم بأول 3 ثواني منها، وبعدين اهتم بالتسلسل تبعه، وناخد وقتنا لنصنع المحتوى تبعنا، هيك نجمع كم شيء بعدين ننشرهم حسب الجدول الزمني. ستوريات ما لا يقل عن 5 ستوريات باليوم إذا عم نحكي عن إنستغرام وفيسبوك، بوستات ما لا يقل عن 3 مرات بالأسبوع، هي منشان الاستمرارية، منشان حسابنا يكبر، منشان قصتنا توصل. والسؤال كثير مهم، لما أنا ينعمل لي بلوك أنا ما أعرف كيف أصنع محتوى، طلعت الأفكار، راحت أفكاري، خلصت. أنجح طريقة لإرجع أعمل محتوى يا إعاء، يا عيد استخدام محتواي اللي قبل بطريقة معينة، طلع من الفيديو صورة، طلع من أعمل من الصورة فيديو، انشر فيديو قديم على أساس للإفادة، وأنتوا شو رأيكم هلأ، وهل طبقتوا هاي الطريقة، أو أخذ جزء من قصتي إذا أنا عم بحكي قصة مؤثرة وأعملها مع موسيقى. مش غلط، مش غلط نبيع قصتنا. والطريقة الأنجح أني أسأل المتابعين أنتوا شو مستنين، وإذا كان في لكل هذا الحكي كونه أنا عم بشتغل على محتوى كامل هوية بصرية، يعني استخدم خط واحد، لون واحد، روح وحدة للقصة، يعني مثلا رصيف، ما بعرف إذا في حدا بيتابع فيكم، رصيف، جزيرة، بي بي سي، إلهم هوية. يعني أنا بس شوف شيء مثل هيك مقلد رصيف بقول هذا ستايل رصيف 22، هذا ستايل جزيرة بالدوكيومنتري، اي جي بلس. صرنا نحن ناخده بالجامعة انه اي يو دي بلس، انه فيديو قصير. كتير حكيت، انا كتير اسفة، بس حاولت جمع كتير معلومات بناء، يعني خارج حتى هي البرزنتيشن، بناء على الشيء اللي انتو حكيتوه بدكم اياه. رح اترك الاسئلة لكم وتفضل. هلا انا قبل اسئلتهم بدي اسالك بس هيك شغله، هلا جبتي سيرتها لما حكيتي على البراند ايدنتيتي، اي ثينك المره الماضيه كمان حكينا بهالقصه انا وياهم، انه الواحد قد ايه لازم يكون محتوى متنوع ولا متخصص. يعني انت مثلا اذا عندك خط معين للمحتوى تبعك خلص بدك تلتزمي فيه، انه انا مثلا I'm a fashion blogger كذا، ولا لا بدك تنوعي كل شيء. فما بعرف شو رايك انت خصوصي، انه انت محتواك كثير متنوع، جربتي كل شيء. اوكي برجع بقول انا لست المثال، انا كل شيء عم بحكي عم بحكي على عملاء اشتغلت معهم نجحوا بالتارجت اللي انا حطيت لهم. اوكي كثير في ناس بتقول انا محتواي علمي، سلام قطناني مثلا، ما بعرف اذا بتعرفوها، الدحيح محتواهم علمي، بتلاقيهم هيك فجأة بيطلعوا بستوري اهبل ما دخل بكل اللي عم يعملوا، هدول محتواهم متخصص. اذا انا بدي احكي عن المحتوى المتخصص، اكيد التخصصيه بتفيد كثير، وهي اصلا اليوم الالجوريثميات والخوارزميات تبع انستغرام تدعم التخصصيه اكثر لانه عم تدعم المحتوى الاصلي. لكن لما نحكي عن المتابع، هل انا شخص بحكي بالموضوع نفسه كل يوم وكل دقيقه وكل ثانيه؟ لا. فالفكره اني لكون قريب من المتابع تبعي بدي دخله شوي من حياتي اللي حاله قريب مني، نفس فكرة إني رد على الكومنت ورد على الرسالة، نفس الفكرة تماما. فأنا قاعدة عندي هي بالماركتينج موجودة بس مش لصناعة المحتوى، في قاعدة اسمها 80-20، إنه 20% من الزباين تبعنا ممكن يجيبوا لنا 80%، هاي موجودة بالماركتينج إذا عم نحكي عن محل، 20% ممكن يجيبوا لي 80%. بالنسبة للمحتوى تبعنا، برأيي إنه 20% ممكن يعملوا لي 200%. كيف؟ أنا عم نزل فيديوهات خلاص صار في عالم معينة عم تستناها. طيب. حبيت أطلع عن هدول الفيديوهات، نزلت شيء عن حياتي معي ومع رفقاتي، وأنا عم بحكي هون مثلا إذا بنزل شيء ثقافي علمي كذا، حبيت نزل يوم الجزء المرح مني أو الجزء الخاص مني، الجزء الحساس، حبيت أطلع أحكي عن اكتئابي أو القصة اللي عانيت فيها أو 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 أو. في فئة معينة جديدة رح تجي على حسابي تقول واو هذا شخص عم بيقدم شو مفيد، بس كمان بيحكي عن حاله، صار عنده فضول يتعرف عليك أنت أو عليكي أنت بعيداً عن محتواكم. فلهيك أنا
شجع على التخصصية أكيد، لكن بدعم إنه يكون عندنا 20% هيك فيديوهات تكسر الجليد بيننا وبين المتابعين، وتجيب لنا متابعين جداد ما بيهمهم المحتوى العلمي، عم بيستنوا ستوري لصورتك أو ستوري لصورتك، أو بيستنوا أنت اليوم شو عم تعمل، أو أنت اليوم وين بالعالم، أو أنت اليوم وين صرت بصحتك النفسية. فأنا بقول لا، نتخصص أكيد بس نترك مجال للأخذ والعطاء مع العالم. Thank you حلا. حلا. شكرا كثير حلا، الله يعطيك ألف عافية على المعلومات، يعني كله حلو كله مفيد، وخصوصا نحن هاي بنحتاجها بالسوشيال ميديا عندنا. فحاليا راح نشوف مين عنده أسئلة. مريم رافع ايدها من زمان، فراح أعطيها الدور، خصوصا انه هي كمان عندها اكاونت على انستغرام وبتنشر بشكل رهيب. اهلا اهلا مريم، اهلا فيكي. انا بس بدي اسال اذا بتعطيني نصائح اكثر للاكاونتس اللي بيكونوا يعني مور بزنس، يعني اذا انا اكاونت تبعي هو لبزنس معين وانا ستيل لسه بس عم احكي بشكل عام وما حكيت عن البزنس، طيب كيف بدي بلش احكي عن البزنس وشو النصائح اللي تخلي يجيب لي كاستمرز ما يكونوا بس فولورز؟ اوكي، الكاستمرز ما بيجوا هلا. الكاستمرز ما بيجوا قبل ما تحكي عن يور بزنس. بدك تحكي عن يور بزنس، بدك تحكي كتير عن يور بزنس للكاستمرز تجي. تمام. بالبزنس إذا أنا بس بدي، هل أنتوا رح هل في أشخاص بتحكي عن هذا البزنس أو بس البوست لحاله بتحكي؟ يعني هل أنا بس عم بستخدم جرافيكس ولا بس في أشخاص؟ أوكي، بشجع إنه يكون في أشخاص. تمام. كثير بشجع إنه يكون في أشخاص لأنه نحن عم نتعامل مع ناس. كمان نبعد عن البوستات اللي هو بتلاقي صورة كلها كتابة. نبعد عن، بدل ما جمع معلوماتي بصورة واحدة أعملهم ألبوم. أصلاً خاصية إنستغرام تدعم الألبومز مثلاً. أنت تبع مشروع ذكاء الاصطناعي صح؟ صح. وصح. صح. أوكي. كيف سيغير الذكاء الاصطناعي صحة العالم، الصحة النفسية للعالم بحلول 5 سنوات؟ سؤال بصورة لحالة، عاد 5 صور بعدها أنت جاوبي عليها. هذا ألبوم. هون عاد إذا أنا بدي أعتمد خاصية الألبوم فيني، بس نمو المحتوى رح يكون أبطأ. لهيك عم قلك إنه لما يكون في شخص فهذا البزنس بيتعلق بأشخاص معينة، أو إذا ما بتكون الشخص يكون على الحساب نفسه، يكون في حساب رديف إلك أو لشركائك، تكونوا عم بتسوقوا لهذا الموضوع دائماً، عم تحكوا عنه دائما، عم تعملوا محتوى مرادف لهي، وهي صفحه تكون بزنس بس تعبر عنكم انتم مين، تكون كتير بروفيشنال، تكون مقتضبه. كمان اذا ما بدي اعمل البوم نفس الموضوع اللي اعطيتك اياه، ينعمل ريل ويكون جرافيكس مش غلط، بس الجرافيكس هي بفضل انه يوجد فيها اشخاص حتى لو بدك تستخدميهم من الانترنت. كان بعد كثير فيديوهات ممكن تستخدميهم. على أنت عم بحكي لهم كمان المرة الماضية إنه أدي فينا نستعمل هلأ الميوزك اللي على الإنستغرام، أدي هاي لحالة بتزيد لك الريتش، يعني هي بدل ما تخليها بس جرافيكس وستاتيك، إنه بس إضافة الميوزك وإنه تدخل الجرافيكس بفيديو. Thank you، ما حكيت عن الميوزك. Thank you for reminding me فاتن. الموسيقى كتير مهمة بأي فيديو، موسيقى بتعمل روح. أنا عملت فيلم، ما اقتنعت إنه صار عندي فيلم لحطت له موسيقى. You composed it. رحتي عند كومبوزر عمل لك ياها كاملة. لا أعطي مثال هلا، بس مية بالموسيقى هي روح الشيء. فتيك توك وإنستغرام في ترندات، بتلاقي ميوزك ترندي، استخدميها حتى لو بدك توطي لها صوتها كتير، بس استخدميها كمان بتساعد على الريتش. بس برجع بقول فاتن، حتى لو هذا الفيديو وصل، أنا بدي الكيرف تبعي، نرجع نحكي عن الكيرف اللي هو مدة المشاهدة. إذا كان الفيديو ما أنه معمول، ما بدي أقول بي 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 بدقة كتير عالية، إذا ما كان معمول هيك بطريقة بصرياً ممتعة، الكيرف رح يكون أول شيء هيك إنه إيه وصل للمليون، بس تنا نزل، يعني المعلومة ما وصلت، يعني هي ما وصلت للحد اللي بدها تأخذ، اللي بدها تعمله عميل. ما حدا بيعمل عميل من أول 3 ثواني، العميل لازم يكفي لنص الفيديو على الأقل.
فهي الفكرة أني اهتم بكل هيك، وأكيد ترندز الميوزك نستخدمها، نحاول نستخدمها بطريقتنا الخاصة، مو بس كمان تكون باك جراوند، يعني على الموسيقى نفسها نعمل قصة تفيد هذا البزنس حتى لو بس جرافيكس. سؤال تاني. شكرا حلا. في سؤال حاطيته خديجة بالشات تحكي إنه بيأثر إذا الشخص طلحك للناس. أوكي. هو اللي طايح فيهم. مش شخص على انتشار محتوى، فأنا بدي أعمل محتوى بدون ما أكون عم بين شخصيتي، عم بين وجهي، يكون شخص بستهام أكثر. أوكي، لا أكيد لا ما بيأثر. نرجع نقول إحنا لما كنت عم بنصحها إنه بزنس، البزنس شوي جاف. يعني أنا أخي طبيب أسنان، ما بدي ضلني نزل صور أسنان، أنا ماني دكتورة ولا حدا بيحب دائما يشوف أسنان. دائما بقول له بليز خلينا نستثمر فيك، نعمل فيديو نصوره فيد العالم، على الأقل فويس أوفر. فخديجة حسب نوع محتواك، لكن إذا هو شيء فني، رسم، طبخ، حتما 100% اهتمي بالكادر تبعك، استخدمي ميوزك حلوة. الإنسان بيروح هيك مع الأشياء الانسيابية. بس أنا ما بعرف شو نوع المحتوى اللي بدك تقدمي. إذا بدك تقدمي معلومة أو معرفة، بدك تعتمدي 10 ثواني وتكون المعلومة كتير قصيرة، أو فويس أوفر قصة تعمليها. فهي حسب عمل. إذا شيء فني نحن منثبت الكاميرا فوق، إضاءتنا نظيفة، نستخدم موسيقى وخلي القصة تحكي لحالها، أو حتى طبخة. يعني في بروسس، في عملية عم بتصير، عادي أنتوا ما تكونوا موجودين. بس إذا في عملية عم يعني محتاج عن كتابات، أنا كتبتها ورقاتي. أوكي. كتابات كتير حلو، موسيقى مؤثرة في الباكجراوند، الكتابات تكون موجودة، حتى لو بدك تعمليها فويس أوفر خلي المونتاج يكون الكتابات موجودة، مثلا هذه دمشق وهذه الكأس وراحوا يعني، وهي عم تنقال بيكون عم ينكتب هذا الموضوع. في ستوك فيديوز بجننوا هلا صاير، يعني فيكي يو سبسكرايب وتجيبي ستوك فيديوز مليان. كان بعرف ستوك فيديوز انا عم انا كان في موشن اري، في يعني في كميه كثير كبيره ثاني متراكم، بس الفكره انه مجان وما بده هالقد انترنت قوي. هاي الفكره بكانفا، واستخدامه سهل وفيها تعمل عليه مونتاج. فكرة لهيك محتوى you can edit على الريل نفسه أو على التيك توك نفسه. مثلا جيبي ستوك فيديوز، اكتبي تكست، سلحيني حلق إذا غلطانة، وحطي ميوزك وخالص simple editing. على الريلز لا، على التيك توك ايه، بس على الريلز لسه نص بيدعم بس جملة واحدة بس. على انشط فيكي تعملي النص، بس ما تنزلي فيديو كتابات بدون موسيقى، أو على الأقل صوتك مع الموسيقى، كمان صوتك لحاله ما بيكفي، مع الكتابات مكتوبة. انشوت فيكي تستخدميه للإديتينج، كاب كوت كمان فيكي تستخدميه للإديتينج، لطيف جدا. وإذا على الكمبيوتر ما بعرف صراحة أبس مجانية، لكن أدوبي بريمير رش لطيف جدا. وفاينل كوت عندهم لايك a trial version فيكي تنزليه. صح. هلا بدي اعرفك على راما. راما هلا دخلت معنا من شوي. راما هي حلا رفيقتي اللي حكيت لكم عنها من المره الماضيه، طالبه صحافه وانضمت لنا اليوم لتعطي السيشن. اهلا وسهلا حلا، وشكرا كثير على المواضيع اللي عم تطرحيها. انا عندي سؤال لكم انتم اثنين. السؤال هو التالي. هلا هذا استثمار لا بأس فيه من الوقت، وعم نحكي بفتكر أكثر شيء على منصة إنستغرام، صح؟ تقريباً إيه، كونه الكل هامو إنستغرام أكثر شيء. أوكي، طيب هلا شو هل عملتوا شغل على الـ return on investment؟ إنه أنا إذا بقارن، إذا أنا عملت موقعي واشتغلت على محتوى موقعي، أو إذا أنا اشتغلت على لينكدين بروفايل وشفت الـ return on investment على لينكدين مقابل الـ return on investment على إنستغرام، هل فكرتوا بهذا الشيء وشفتوا شو الـ يعني تنصحوا الطلاب إنه يفكروا بهذا الشيء قبل ما يقدموا على إنستغرام، حسب مثلاً هوية شغلهم أو طبيعة شغلهم؟ على كل طبعاً الفكرة من أي شيء بدنا نعمله بالـ content creation إنه يرجع لـ investment معين. إذا مو مباشر
انه الكترونيا العملاء تبعي يكونوا كلهم جايين من خلال هاي المنصة، تعرفوا علي من خلال لينكدين، من خلال انستغرام، من خلال فيسبوك، فعرفوا انا مين، عرفوا انا شو بعمل، عرفوا انه انا عندي سكيلز معينة. And that's what's special about one man show. إنه أنا عم صور، أنا عم منتج، أنا عم نسق إني I have the consistency إني أنا دائما نزل بوقت معين ومستمر، فأنا جدي. فأنا هون في عملاء عم تتعرف علي as a person و as a creator بنفس الوقت و as an artist، وأنا عم بعمل الشيء اللي بدي إياه. فأكيد طبعا السوشيال ميديا هي إذا استخدمت صح، إذا نحن نظمنا الكونتنت تبعنا صح، أكيد هيجينا investment. بس برجع بقول الموضوع بده استمرارية. أول 50 فيديو ممكن تضرب بفيديو واحد، بس الفكرة أنه ما استنى من فيديو 2 أو من 10 أو من 50 أنه هنني بلشوا يعطوني الانفستمنت تبعي. حتى على لينكدين I'm not active on LinkedIn and that's my bad، but أنا شفت أنه العملاء تبعي بدون ما يكون very hard working على الانستغرام تبعي عم يجوني، فحسيت أنه ما في داعي كتير اشتغل على لينكدين. بس هلأ بلشت حس فيها I'm graduating. Instagram تبعي tells a lot about who I am، بس LinkedIn تبعي لا. فهون بلشت خاف شوي، بدي ابني هلأ خطة كيف فوت على LinkedIn. بس أي منصة مواقع مستوى social media هي باب لشغل، هي باب لكون freelancer، هي باب لكون أنا صاحب عمل. بس الفكرة كمان كنت عم بحكي المرة الماضية وكانت معنا رشا، انه يجربوا. You can't know when your customers are، احسن شيء الا لنجرب، نجرب تيك توك، نجرب فيسبوك، نجرب انستغرام، بدنا نعمل الكروس بلاتفورمينج اللي هي يمكن انه نفس الفيديو نزلوه على تيك توك، نزلوه على انستغرام، نزلوه يعني رجعوا حتى لو نفس الفيديو تغيروا فيه اديت هون، تضيفوا الموسيقى غير. You need to try لتعرفوا، لانه كمان هن مبداهم الكراود فاندينج، فانه they need the more people the better. فالفكرة إنه الانفستمنت ممكن تيجي من أي مكان، ممكن حتى فيسبوك ينفع، عرفتي كيف؟ طبعاً فيسبوك ويوتيوب لحالة دخل إذا أنا عندي استمرارية شباب، يعني على سيرة إنه استخدم الكونتنت نفسه لأكثر من محتوى، خلي التارجت تبعي يوتيوب وفيسبوك. يعني أنا أقل شيء بدي صور 5 دقايق، هالخمس دقايق بطلع منهم شيء 10 ريلز لإنستغرام مثلاً. إذا أنا ضليتني مستمر إني أنا نزل 3 مرات بالأسبوع بيوتيوب، 3 مرات بالأسبوع بفيسبوك، وأنا عم نزل من نفس هدول 5 دقايق شيء 5 ريلز، the return on investment will work، لأنه خلص جربنا كذا platform. لأنه يوتيوب عم بيدخل لي دخل، فيسبوك عم بيدخل لي دخل، إنستغرام عم بيصير فيه ريتش كبير، رح يبلش يدخل لي إعلانات. ممكن بطل فكر بانه انا مين بده يجي يعمل معي بزنس، لانه صرت انا عم طلع البزنس تبعي. بس نفس الوقت we can't risk it، بس we can make it بطريقة اللي قلت لكم اياها، انه كل شهر نحدد يوم واحد نصور 10 فيديوهات او نشتغل على 10 فيديوهات، او نشتغل حتى لو احنا ما كنا فيهم، حتى لو احنا ما كنا عم نصورهم عم نعملهم بس جرافيكس، اشتغل على 10 سوا، على 20 سوا، على 30 سوا، خلال الشهر أنا أكون بس علي نزلهم. لأنه فكرة أني أنا بدي أقعد هلأ أصور وهلأ بدي أكتب وهلأ كذا بدي روح نهار مني كامل، وأنا أعمل لك 3 مرات بالأسبوع، يعني هي مهمة بتاخد وقت. لذلك أنا إذا نظمت أنه أنا عندي 2 يوم بالأسبوع، يوم بدي أكتب الكونتنت، يوم بدي نفذها، رح يكون عندي الاستمرارية لبلش شوف المردود من مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا حالة، ما بعرف إذا في حدا ظل عنده أسئلة أو أن الطلاب، خلني أشوف. أنا بدي بس أتشكر فاتن وحالة كمان أكيد على مشاركتكم. وفاتن شكرا كتير إنه أنت صرتي سفيرة إلنا، عم بتجيبي زملائك وناس تانيين تعرفينا عليهم، ويعني هذا كتير كتير شيء بيساعد، وننبسط إنه نضل نوسع النطاق المجموعة تبعنا. فشكرا كتير لكم، وبحب أعزمك كمان حلا تكوني سفيرة معنا كمان لحتى تعرفي ناس أكثر. أهلا وسهلا فيكم. أنا كتير
كثير تشرفت بوجودي معكم اليوم، تشرفت اني اخذت هاي الفرصه اني احكي معكم واعمل رفقات جداد، وبكفي انه هون في كثير هيك شغف للناس تعمل، فاي انجويد ذا توك، ويا رب كون فدتكم بشيء، وايم اولويز هير اذا بقدر ساعد باي فيلم ميكينج او بالسوشيال ميديا، واكيد كثير حلو. بحب كمان أعزمكم يعني عنا بعض الجلسات ممكن تفيدكم، لأنه عم بيجوا ناس مثلاً بديسمبر إجانا شخص كان the head of Forbes Digital Media بأمريكا، فممكن أنه كثير يكون مفيد لكم كمان أنه تتعرفوا على ناس بنفس المجال تبعكم بس موجودين بأمريكا. فشكراً كثير، أهلا وسهلا فيكم. شكراً كثير يا ماما. وهلأ أنا ألتير حلز إيميل معكم أنتي وبشار، مشان أنه يعني إن شاء الله هيك we plan other things. Thank you so much للكل وكلياتكم، وwe missed اللي ما حضروا معنا اليوم، اشتقنا لهم. إن شاء الله المرة الجاية. أهلا وسهلا فيكم، شكراً. سوري بس قبل ما تخلص الجلسة أنا بس أسأل آخر سؤال. أوكي تفضلي. المرة الماضية حكيت فاتن إنه كتير مهم السكادجولينج للبوست، إنه نعمل سكادجول للبوست ويشان ينزلوا كل مدى على نفس التوقيت ونوصل لريتش أكتر. طيب إذا أنا هاي الفيتشر تبعيت السكادجول بوست ما نطلع عندي، بيسوا أنا أعمل سكادجول إنه مانجولي أنا لحالي كل يوم فوت ساعة 8 مثلا نزل بوست ولا ما بدل؟ أكيد طبعا فيكي. الفكرة بالسكادجولينج the post هي الاستمرارية اللي كنا عم نحكي عنها. أنا هذا الوقت اللي أنا بدي نزل فيه يعتمد على الانسايتس أو الخوارزميات الموجودة عندي، نتيجة أنه أنا مين أي وقت أنا عندي أكتر شيء تفاعل ساعة 9 بالليل مثلا يوم الثلاثة، فأنا هون بخبي الفيديو تبعي الأهم للتسعة بالليل الثلاثة. أكيد في يكون مانوال تمام 100%، والفكرة بس أني أنا نزل بالوقت الصح. تمام. كمان هذا Thank you. شكراً على شكراً. شكراً لكم كلكم. يعطيكم الصحة يا رب. شكراً. شكراً. باي.